والبداية مشاهدينا من واشنطن، حيث بدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه. قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه تحدث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ضرورة عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب. وخلال تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أضاف بايدن أنه ليس خائفا من أداء اليمين الدستوري في الهواء الطلق على منصة الكونغرس بعد 9 أيام. لست خائفا من أداء القسم في الهواء الطلق. أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على محاسبة أولئك الذين هددوا حياة الناس وألحقوا خسائر بالممتلكات العامة. أعتقد أن غالبية الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يشاركونني وجهة النظر هذه. هذا وقدم الديمقراطيون أمام مجلس النواب نص الاتهام بحق دونالد ترامب، وهو الخطوة الأولى نحو إطلاق إجراء عزل ثاني رسميا بحق رئيس المنصرف دونالد ترامب الذي يتهمونه بالتحريض على العنف الذي شهده مبنى الكابيتول قبل أيام. في المقابل، حذرت اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس من أن الجهود الرامية لعزل ترامب ستزيد الانقسامات في البلاد. هل تنجح محاولات العزل؟ ما بين دعوات الاستقالة والإقالة، صار حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته. زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي التي وصفت ترامب بأنه رئيس يمثل تهديدا وشيكا للدستور والديمقراطية، أعلنت مشروع القرار في مجلس النواب ودعت إلى إقالة ترامب لكونه غير صالح للمنصب. ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكن لا يستطيع أن يعفو عن نفسه في الجرائم الخاصة بتشريعات الولايات. أفضل التعديل 25 لأنه يتخلص منه، لكن هناك دعم قوي في الكونغرس لعزل الرئيس مرة ثانية. وفي حين تحتاج الإدانة في المجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين، فإن متطلبات إجراءات العزل والأيام التي تستغرقها قد تتعدى الأيام المتبقية لترامب في منصبه. إنه قريب جدا من نهاية إدارته. أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يغادر من تلقاء نفسه ويستقيل. ليس هناك ما يكفي من الوقت لإجراء عملية عزل. وفي ظل الاستياء والغضب من أحداث الكونغرس، هناك موقف بضرورة المساءلة. أنا أؤيد عزل ترامب. أتباعه أخذوا الأمر على محمل الجد، وعلينا أن نحمل الرئيس المسؤولية عما حدث. إذا لم يكن هذا هو وقت العزل، فمتى يكون؟ الاتهام الذي عرض على مجلس النواب وقعه ما لا يقل عن 180 برلمانياً، نص على أن ترامب أدلى عمدا بتصريحات شجعت أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس ومحاولة قلب نتائج الانتخابات، كما فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية. وتزداد عزلة ترامب الذي لم يعطي أي إشارة إلى أنه مستعد للاستقالة بحزب الصحافة الأمريكية. قليل من رفاقه الجمهوريين هب للدفاع عنه، وبعد حذف حساباته على شبكة التواصل الاجتماعي باتت لديه بدائل محدودة للتواصل مع جمهوره. وصمة سابقة لمحاولة العزل لعدم الأهلية ستظل لصيقة بترامب وبتاريخه، ويظل التاريخ يذكر فترته الرئاسية بأنها قلبت المعايير وزرعت الفرقة والانقسامات في المجتمع الأمريكي. معنا من واشنطن مارك فيتسبارك، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ما هو المسار الأضمن بالنسبة للديمقراطيين للتخلص من دونالد ترامب برأيك؟ الضغط على مايك بينس لتفعيل التعديل 25 من الدستور، أم المضي في إجراءات العزل؟ Oh, um,
هذه الجهود من قبل الديمقراطيين لن تفضي إلى تنحية دونالد ترامب من منصبه في الأيام التسعة المتبقية. لم يتبقى هناك الكثير من الوقت في الواقع لتنحيته لعزله. الغرض من هذه الخطوات هو فرض الرقابة ومعاقبة دونالد ترامب وترك وصمة سوداء في سجله وفي إرثه، وهو الرئيس الوحيد الذي تعرض لمحاكمة العزل مرتين، وبالتالي ردع أي رئيس مستقبلي من أن يقدم على هذا النوع من التصرفات التي فعلها ترامب حينما أثار الفتنة والعصيان. إذن لا تعتقد سيد فيتزباتريك أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جادة عندما تقول إنها تنتظر تحركا من نائب الرئيس مايك بينس لتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي؟ نعم، في الواقع هي ذكية جدا ومحنكة سياسيا، فهي تمضي من خلال خطوات مختلفة. أولا من خلال التعديل 25 من أجل أن تظهر المسألة وكأن محاكمة العزل هي السبيل الوحيد المتاح، وما من فرصة إطلاقا أن ينجح التعديل 25. أولا نائب الرئيس بينس لن يفعل ذلك ولم يبدي أي نية عن اعتزامه لذلك، وهو ليس رجلا شجاعا بما يكفي لفعل ذلك. وثانيا يحتاج الأمر إلى موافقة نصف التشكيلة الحكومة في، ونصفهم قد غادروا مسبقا، لم يبقى هناك في طاقم الرئيس ترامب من سيؤيد تفعيل المادة 25 من الدستور. لذا فإن بيلوسي تحاول أن تصور الأمر وكأن السبيل الوحيد المتاح هو تفعيل البند 25 من الدستور الأمريكي. سيد فيتزباتريك، لماذا لا يبدو أن الديمقراطيين يلقون آذانا صاغية لتحذيرات الجمهوريين وحتى بعض الأوساط المعتدلة من أن هذا المسعى لمعاقبة ترامب إنما يزيد الانقسام الكبير في الولايات المتحدة؟ هذا مبعث قلق، وأظن بأنه سيعمق الانقسام في الشارع الأمريكي، إلا أن الديمقراطيين سيقولون طيلة 4 سنوات دأب دونالد ترامب على فعل كل ما في وسعه من أجل تعميق هذا الانقسام، وأنتم الجمهوريون التزمتم الصمت ولم تفعلوا أي شيء. لذا لا تقولوا لنا بأننا نحن من يزيد الوضع سوءا من خلال محاكمة ترامب. لذا فهم لا يصغون إطلاقا إلى الجمهوريين، لكن بعض الديمقراطيين يساورهم القلق فعلا بشأن ما إذا كان هذا الأمر سيجعل مهمة وأجندة جو بايدن أكثر صعوبة. لذا فربما يقولون دعونا نحاكم الرئيس ولكن لا تذهبوا بالمسألة إلى مجلس الشيوخ على وجه السرعة قبل أن نتيح للرئيس المنتخب أن يمضي في تنفيذ أجندته لاحقا. وفي الواقع هذه ليست خطوة سيئة. مارك فيتزباتريك الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، شكرا جزيلا.